المقطع الرابع قلنا ونكرر ونكرر لا مشكلة عندنا أبدا مع رأيه واختياره، نحترمه وناقشه بالعلم المجادلة بالحسنى، لكن الطامة الكبرى أن يكون مثل هذا الجهل المطبق هو الذي يحكم بتكفير الناس وقتلهم وإباحة أعراضهم وأموالهم. حيث قال ابن باز في كتابه: فمن زعم خلاف ذلك وقال إن الشمس ثابتة لا جارية فقد كذب الله. يقول فمن زعم خلاف ذلك وقال إن الشمس ثابتة لا جارية فقد كذب الله وكذب كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن قال هذا القول فقد قال كفرا وضلالا، لأنه تكذيب لله وتكذيب للقرآن وتكذيب للرسول، لأنه عليه الصلاة والسلام عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد صرح في الأحاديث الصحيحة أن الشمس جارية وأنها إذا غربت تذهب وتسجد، وأنها إذا غربت تذهب وتسجد بين يدي ربها تحت العرش، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وكل من كذب الله سبحانه أو كذب كتابه الكريم أو كذب رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام عليه وعلى عليه الصلاة والسلام فهو، التفت جيدا رتب على هذا الأمر، فهو كافر ضال مضل يستتاب، فإن تاب فبها وإلا قتل كافرا مرتدا. الآن يقولون لماذا الدواعش يسبون الناس النساء والأطفال ويدمرون كل شيء، يسرقون كل شيء ويدمرون كل شيء، هذا هو هذه هي الفتوى. يقول فهو كافر ضال مضل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين، كما نص على مثل هذا أهل العلم. من الذي نص؟ يوجد غير أئمة التكفير؟ لا يوجد غير أئمة الدواعش. التفت فقط أيضا أريد أن أشير هنا، أريد أن أرجع إلى بعض العبارات التي ذكرها حتى لا نمر بخديعة من الجهال. التفت جيدا، هو تحدث عن أي شيء؟ هو بالذات تحدث عن شيء، ارجعوا إلى أيضا من يرجع يريد للتفصيل يبحث عن كتابه ويقرأ ماذا أراد. هو يريد أن يقول بأن الليل والنهار هو ناشئ من حركة الشمس، وتحدث عن هذا وكلامه واضح بأن الشمس تخرج من المشرق وتغيب من جهة المغرب، ويقول كلنا الكل الجميع المؤمن والكافر يشاهد الشمس تتحرك هذه الحركة. واضح المسألة أو لا؟ واضح المسألة. وعنوان الجريان وتجري وغير هذا يأتي به كعناوين وكأدلة، يقول أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة تثبت هذا، ومنها عنوان الجريان. واضح؟ إذن هو عن أي جريان يحكي عن الشمس؟ عن أي جريان؟ يحكي عن جريان الشمس الذي يعتقد بأنه يولد الليل والنهار، يحكي عن جريان وحركة الشمس ودوران الشمس حول الأرض التي تشاهد كل يوم تشرق وتغرب. واضح أو ليس بواضح؟ التفت. إذن عندما هو ينكر ويتهم من ينكر جريان الشمس، إذن أي جريان يقصد؟ يقصد هذا الجريان الذي يتولد منه الليل والنهار، الذي شاهده وقبل أن يفقد بصره، الذي شاهده المؤمن والكافر كما يقول، الذي نحس به. هل يحتاج إلى أرجع إلى العبارات؟ قال مخالف للمشاهد المحسوس ومخالف للمعقول، مشاهد محسوس غير المخالفة للنصوص، مخالف للنصوص ومخالف للمشاهد المحسوس ومكابرة للمعقول. والواقع لم يزل الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية طالعة وغاربة. التفت جيدا، يقول كل الناس لا زال الناس يشاهدون، المسلم والكافر يشاهدون الشمس جارية طالعة وغاربة ويشاهدونها قارة ثابتة. بالله عليكم أنا أسأل، من الناس يشاهد جريان الشمس؟ ليس هذا الجريان الذي يقصده حول الأرض، لا، وإنما جريان الشمس حسب العلم يقولون كل الكون يتحرك، كل الكواكب، بما في أنه المجموعة الشمسية أيضا هي تتحرك بنفسها، والشمس تتحرك بذاتها وبنفسها. من منكم يشاهد حركة الشمس؟ من منكم يشاهد حركة الشمس نحو المستقر لها؟ هل يقصد هذه؟ من يشاهد هذا؟ هو يكذب.
يدعي خلاف الواقع. التفت جيدا، لاحظ عندنا حركة للشمس هذه ثابتة، ثابتة أين؟ ثابتة علميا، ثابتة بالواقع، ضمن حركة الكون، ضمن حركة الكواكب، ضمن حركة المجرات، ضمن حركة المجموعات الكوكبية والمجموعات الشمسية. نعم الشمس تتحرك. من الإعجاز القرآني عندما ثبت أو أثبت العلم هذه الحركة، قال العلماء بأن القرآن سبق هذا الاكتشاف العلمي وهذا الواقع العلمي، وتحدث عن حركة الشمس منذ أكثر من 1400 عام. إذن هذه أي حركة؟ هذه حركة الشمس التي هي ثابتة فعلا، وهذه لا يمكن أن ترى بالعين، وليست محسوسة لكل الناس، وليس من المشاهد المحسوس، وليست هي التي يشاهدها الناس المسلم والكافر، وليست على أساسها يحصل الشروق والغروب. التفت جيدا. إذن هو عندما يأتي بفتوى يقول الذي ينكر جريان الشمس وحركة الشمس فهو كافر، إذن أي حركة يقصد؟ إذن يقصد الحركة المعهودة، الحركة المذكورة، الحركة التي تحدث عنها، الحركة التي أشار إليها، الحركة التي أثبتها، الحركة التي أتى بأدلة عقلية ونقلية على وجودها، الحركة التي رتب عليها الليل والنهار، رتب عليها الشروق والغروب. أنا قلت هذا حتى لا يخدع من ينخدع، يقول هو قال جريان والقرآن يقول تجري لمستقر لها، إذن هو الذي ينكر تلك الحركة فهو مشمول بهذه الفتوى بأنه كافر وضال. لا يا أيها المتحجر، إنه لا يقصد هذا، إنه يقصد الحركة التي تحدث عنها التي يشاهدها كل يوم، تشرق من هنا تتحرك وتنزل من الجانب الآخر من جهة الغروب، التي يترتب عليها الليل والنهار، فهذا الذي ينكر هذه الحركة يقول فهو كافر ضال مضل استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافر مرتدا ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين، كما نص على مثل هذا أهل العلم. خامسا، الخامس، أقول ليس من فراغ بل له أساس وتنظير وإمام بل وأئمة وتقديس أشخاص وإشراق جلي بعبادة الله سبحانه وتعالى. قال ابن باز في المصدر السابق، لماذا هو لم يتنازع عن هذا ولم يرضخ للواقع وللحق؟ لماذا؟ لأنه عند قول ابن تيمية لا يريد أن يكسر ابن تيمية، عنده قول ابن كثير وابن القيم لا يريد أن يكسر قول هؤلاء. لماذا؟ لأنه لو كسر قول هؤلاء، لاحظ بهذا يفكر، تأخذه العزة بالإثم، لأنه كسر قول هؤلاء في مقام ينفي كل شيء، يهدم كل البناء، يرجع الصوفية على حق، ويرجع الأشاعرة على حق، ويرجع المعتزلة على حق، ويرجع الشيعة والرافضة على حق، ويرجع غير هؤلاء على حق، وهم يكونون على باطل. من أوضح الآيات مما أجمعوا عليه أثبت الواقع خلاف ما أجمعوا عليه. فإذا كما قلنا سابقا كل إجماعات ابن تيمية، هذا على نحو المبالغة نقول، يعني كل، يعني توقع دائما كل الإجماعات هي باطلة، فكل إجماعات ابن تيمية أكثر جل إجماعات ابن تيمية عبارة عن ادعاءات كاذبة، ادعاءات كاذبة لا حقيقة لها، وهذا من الإجماعات الباطلة مخالف للواقع، وما هذا يصرون عليه. إذن قال ابن باز في المصدر السابق يقول أجمعت آراء السلف من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم الذين أجمعوا على ثبوت الأرض. إذن هذا هو القرآن، هذا هو قرآنهم وانتهى الأمر. أما تأتي بآيات تدل على جريان الأرض وسير الأرض ودوران الأرض وكروية الأرض، هذا غير مقبول. ما دام قرآن التيمية قرآن الدواعش ثابت عند ابن تيمية، عند ابن كثير، عند ابن القيم، هؤلاء هم الآلهة، هؤلاء هم الأئمة، هؤلاء هم الأنبياء، وانتهى الأمر.